بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في استوديو الأبطال. نقل أحداث مباراة كرة السلة قبل النهائي المرتبط سيدات ما بين النادي الأهلي ونادي سبورتينج. المباراة ستقام على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية. المباراة ستقام الساعة 5، يعني بعد حوالي ساعة من الآن. في البداية وقبل ما نتناول طبعا المباراة بالمستوى الفني والتحليل لكلا الفريقين، برحب بضيوفي في الاستوديو. برحب بالكابتن عليا محمود، أحد نجوم النادي الأهلي السابقة ومنتخب مصر ومدرب نشآت النادي الأهلي وأيضا مدرب منتخب مصر للكبار يعني سيدات. أهلا بك يا كابتن. أهلا كابتن عيسى، منورانا. الله يخليك. برحب بالكابتن عمرو صابر، أحد نجوم النادي الأهلي السابقين ومنتخب مصر أيضا ومدرب نشآت النادي الأهلي. أهلا بك يا كابتن عمرو. أهلا بك كابتن عيسى، منورنا. الله يخليك حبيبي، الله يخليك. كابتن عمرو، يمكن النهاردة أجل حضرتك كان في مسح امبارح. تمام. وكان طبعا بعد تعليمات اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والتجديد على ذلك، الأخبار إيه؟ هل عندك أخبار في دنيا في جديد؟ هو المسحة الناس راحت الأوتيل بتاع الساعة 2:30 الصبح، فلسه المفروض المسحة دي هتتم، المفروض تطلع الساعة 12، فما عندناش أي أخبار جديدة بالنسبة لنا، فربنا سهل يعني. احنا بنحاول نتصل بالناس اكيد اكيد يعني. واحنا اثناء الاستوديو لو جه جديد اكيد هنعرف ان شاء الله. ان شاء الله. طب كابتن عليا، بالنسبه لنادي سبورتنج، هل الوضع كما هو عليه؟ مفيش اخبار عن المسحه الجديده؟ بالظبط، هم اوريدي عندهم ناس عندها اصلا كورونا مش موجودين، برضو مش هيكونوا موجودين، ولسه كل الفرق مفيش حاجه، مش حاجه ظاهره حتى الان. طب اعزائي المشاهدين، خليني احكي لحضراتكم القصه من امبارح. امبارح كان المفروض المباراه اللي هتتلعب دلوقتي او بعد ساعه من الان كان المفروض تتلعب امبارح، ولكن كنا طلعنا مع حضراتكم امبارح ووضحنا لكم بيان اللجنه الاولمبيه وايضا بيان وزاره الشباب والرياضه وبيان اتحاد السله. اتحاد السله قرر تاجيل مباراه الامس الى اليوم سيدات فقط، على ان تجرى مسحه امبارح، وراحت لجنه طبيه اجرت مسحه لكل الفرق المشاركه في الاسماعيليه وبتظهر نتائج المساحات تباعا. النهارده المباراه تقام الساعه 5، يمكن هنعرف اكيد قبلها اخبار المساحات ايه اللي هيبقى. يا رب ان شاء الله نتمنى السلامه لكل اللاعبين واللاعبات، بس اللي هيبقى عنده طبعا اعراض او عنده مسحه ايجابيه اكيد سيتم استبعاده بالمباراه. بس كابتن علي، يمكن سبورتنج كان اعلن من قبل عن وجود بعض الاصابات في فرقته سواء في الجهاز الفني او اللاعبات، حضرتك تتذكريهم مين؟ طبعا هو عندنا اسرار ماجد ومونيك المحترف، كان لغايه دلوقتي الاثنين دول. وبالنسبه للجهاز الفني كان في المدير الفني كابتن عمرو عاشور والمساعد كابتن حسن وكابتن هيثم رسلان مدرب ال 16 سنه. يعني دول كانوا اعلن نادي سبورتنج من قبل، نتمنى طبعا ليهم الشفاء جميعا يعني اكيد ان شاء الله يتحسنوا وان شاء الله يكونوا بحاله جيده قريبا ان شاء الله ويشاركوا في المباريات. كابتن عمرو، كان في برضه في النادي الاهلي بعض الاصابات يمكن في الجهاز الفني ايضا واللاعبات. الجهاز الاداري مش الجهاز الفني يا كابتن هيثم، في الكابتن موسى علي استاذنا يا ربنا يقومه بالسلامه ان شاء الله، مدير اداري الفريق. وكان في بس الحمد لله يعني كان في نوع شتاء كان عندها من فتره كده. وفي نادينا بالفتوحة لسه لغايه دلوقتي لسه يعني تحت العزل. طيب كابتن، خلينا يعني نروح لاهميه المباراه، خاصه ان المرتبط فاز امبارح الحمد لله امبارح 70 77 60 تقريبا، مباراه كبيره امبارح. كلمنا يا كابتن عن موقف المباراه واهميتها وبعد فوز المرتبط امبارح. احنا هنتكلم طبعا، مبروك لفريق المرتبط، هو ان شاء الله بكره كمان يخلصنا والنهارده ان شاء الله نكسب باذن الله، ما نحتاجش الماتش اللي هو الرابع يعني. بالنسبه للماتش النهارده، هو الماتش النهارده محتاج سرعه كابتن هيثم. بالنسبه للنادي الاهلي احنا عندنا الحلول، حلول تحت الباسكت وحلول اللي هي الحاجات اللي هي الانديفيدوال او الحاجات الفرديه بتاعت اللعيبه. طب يا كابتن، قبل ما نروح للموضوع للشق الفني، هي الفكره اللي عايز يعني اعرفها لحضرتك، احنا عندنا مباريات النهارده ومباريات بكره. تمام. مرتبط وكبار. تمام. احنا فزنا مرتبط صحيح؟ تمام. النهارده فزنا في المباراه دي هيضمن لنا خلاص البطوله ولا محتاجين 75%؟ 75%. ننتظر ايه بقى بكره؟ بكره ان شاء الله لو كسبنا النهارده باذن الله المرتبط يخلصنا بكره يبقى ماتش 100%. بالليل هيبقى ماتش مثلا تاني يبقى تحصيل حاصل. تمام، لان احنا بنلعب عشان الساده المشاهدين اللي مش متابعنا، احنا بنلعب كبار ومرتبط. مرتبط 16 سنه بنتيجه الدرجه الاولى. يعني النتائج مرتبطه مع الفريق الاول. بالظبط. ولو كسبنا النهارده ان شاء الله كبير هيبقى. انت لو كسبتك كبير النهارده هيريحك يعني جامد جدا الماتش للماتش، حتى لو لا قدر الله الماتش المرتبط خسر. هتخش الماتش بكره يبقى عندك ادفانتج عالي او عندك ميزه اعلى من فريق سبورت. طب يا كابتن، يعني حتى برغم الاصابات اللي احنا بنعاني منها سواء نور علي طلعت
وغيره طبعا من اللاعبات المصابات، هل احنا شايف النهارده السكواد بتاعنا كافي انه يعني يغطي غياب اللاعبات؟ بص يا كابتن هيثم، السكواد عامه 16 مش 12، الفرقه كلها كويسه بما فيهم اللي طلع لهم من الناشئين. انت طلع لك هاجر عليه احسن لعيبه في افريقيا ما شاء الله الفتره اللي فاتت، عندك آل في البيفوت الاساسي بتاع منتخب مصر 18 سنه ولعب، يعني كان ليه دور قوي جدا. طبعا كانت معانا في الاستوديو. تمام، فاحنا ما عندناش مشكله الحمد لله يعني في السكواد بتاعنا. حتى الناس الغايبه طبعا نور علي طلعت لعيبه قويه جدا يعني وعندها حلول، لكن موجود سكواد يكفي ويغطي يعني. وعندك رضوى محمد اللي ميكر اعتقد اللي هي مصابه، عندها مشكله في ركبتها مصابه. ومية حلوه رضوى، ومية حلوه، لا معرفش، ومية حلوه، مية حلوه ركبتها طبعا هتأثر. كابتن سلام امبارح بلغنا وكابتن علي كانت معانا هتأثر. رنا نبيل كابتن عليا موجوده، كانت عندها برضه اصابه بس كانت بتقول هتشارك اخر لا ماتش. موجوده ان شاء الله، متهيألي موجوده. احنا عندنا كل العناصر بالتغيير يا كابتن عايز يعني حتى بالاصابات دي ان شاء الله. وعندك تغيير ودي الاهم، البنش يكون قوي عندك. صحيح. ان شاء الله ان شاء الله يعني. كابتن علي، طب نفس الكلام بالنسبه لفريق سبورتنج، طبعا غياب كابتن عمرو عاشور المدير الفني ربنا يشفيه يا رب ويعافيه، لانه من احد يعني رجال كره السله المحترمين وفنيا وخلقيا وكل شيء، وليه تاريخ كبير جدا. طبعا عدم وجوده النهارده اكيد هياثر على الفرقه. طبعا ده طبيعي، ده هو الهيد كوتش. بالظبط، شايفه كده ولا؟ طبعا طبعا طبعا، يعني مع احترامي لان حضرتك عارف طبعا ان دايما المدير الفني هو اللي بيبقى في الماتش مهم يعني. ممكن مدير فني ما يكونش موجود في التمرين، الاسيستنت بتاعه يشيل التمرين، بس في الماتش في الوقت الكريتيكال في البلايز في الحاجات دي طبعا هيفرق معاهم جدا. ده نهائي يا كابتن بطوله منطقه القاهره لسيدات السله واللي زيناها حصريا على قناه النادي الاهلي، واللي انتهى بفوز الفريق. وكمان لو تتذكروا معانا ونذكر الساده المشاهدين، النادي الاهلي كسب بفرق كبير، وكانت دي اول بطوله السنه دي للنادي الاهلي حصل عليها، وغطيناها هنا في قناه النادي الاهلي بشكل الحمد لله يعني حصري ومميز. فنتمنى ان شاء الله يبقى النهارده تاني، او يبقى بدايه لتاني بطولات الفريق هذا الموسم. كابتن، يمكن غياب كابتن عمرو عاشور في طبعا اصابات كورونا اللعيبه المحترفه، وايضا حضرتك قلت لي اسرار ماجد كمان، هل في حد تاني مصاب اصابات عاديه بعد الشر يعني؟ لا، هو لغايه دلوقتي ما فيش، هو بس احنا عايزين نذكر ان كابتن حسن غريب كمان الاسيستنت برضو مش هيكون متواجد، وكابتن هيثم رسلان نفس الكلام. فلغايه دلوقتي مدرب المرتبط، فبتهيألي ان كابتن احمد جمعه موجود مع فرقه المرتبط بدل موجود كابتن حرس هيثم. محمد حرس موجود، محمد حرس موجود مع الدرجه الاولى ومع ال 16 كابتن احمد جمعه، ده اخر حاجه وصلت لنا في التغييرات بقى اللي حصلت دلوقتي. يعني برضه يعني كورونا بتشقلب لك تفكيرك في كل حاجه، يعني بتغير لك الدنيا، لان انت ما بتبقاش عارف هتلعب بمين ومش هتلعب بمين. بالظبط بالظبط. كابتن هيثم، ما كان المفروض يعني المسحه دي مش لازم اللجنه الاولمبيه، معلش ما تاخذنيش يعني، اللجنه الاولمبيه تبعت لك جواب او تحذر. احنا معروف يعني، حتى على الاعلام معروف ان احنا عندنا وباء، ليه المسحه دي يعني ما تقدمتش، او انت اخرت ليه اسبوع؟ ليه ما اجلتش اسبوع؟ والله يا كابتن عمرو ولا حاجه، كان عندي مبدا برضو تاتي متاخرا افضل من ان لا تاتي يعني خالص. فانا شايف انه يعني مجرد ان احنا خدنا الخطوه دي، كلام حضرتك مظبوط، واحنا نادينا هنا في قناه النادي الاهلي المسحه، لان الاهلي نفسه بيعمل مساحات لكل اللعيب بشكل لا احنا عندنا في النادي مختلف، احنا حتى عندنا في زور النادي اي مختلف. اعراض واي زور اعراض بتتدخل اللجنه الطبيه في النادي الاهلي. النادي الاهلي منظومه مؤسسه، ولكن دائما ابدا بنقول ان خلي بالك يعني دايما او تاتي متاخرا زي ما قلنا يا كابتن علي افضل من ان لا تاتي نهائيا يعني. فالحمد لله احنا في وضع دلوقتي افضل بكتير. الحمد لله الحمد لله. واحنا بس نتمنى في الاساس السلام لكل اللاعبين. بس طبعا يعني اكيد كورونا دي هتبقى فيها مفاجآت، وانا بتوقع ان يعني في كل العالم يا كابتن الرجال برضه هيبقى، انا بتوقع هيبقى في كل العالم الموجود موجود ناس لعيبه على مستوى عالي ولجنه طبيه على مستوى عالي وبيحصل. صحيح. طب خليني اجي لك كابتن علي، يمكن المباراه النهارده هنتكلم فيها شويه فنيا يعني على المعلومات اللي عندنا حتى الان. هل بغياب اسرار والمحترفه الامريكيه بصفوف سبورتنج، شايفه الموضوع هيكون سهل ولا صعب على فريق سبورتنج نفسه؟ لا، هو على فريق سبورتنج طبعا هيبقى صعب شويه يعني، هم هيبداوا يعملوا دبل ايفورت او مجهود أكتر مضاعف علشان يسدوا طبعا وجود الناس اللي موجوده. بس يعني خليني اقول لحضرتك ان احنا دايما ماتشات اهلي وسبورتنج من ساعه لما انا كنت صغيره كده متصعده درجه اولى ما بيبقى لهاش مقياس خالص، دايما باسكت حلو
باسكت كويس، ماتش بيبقى ماشي ايكوال، مين مش موجود هنا او مين مش موجود هنا علشان اصابات او عشان اي حاجه، دايما ماتش اهلي سبورتنج بيبقى حتى لو محسوم بيبقى ماتش جامد. بالرغم ان يعني في صفقات اتنقلت من سبورتنج، جت الاهلي زي مي حلوه بالظبط، ورانا نبيل، ورانا نبيل يعني بتهيألي، وراح منار وهاله برضو، ده اكيد يعني برضو السبورتنج ما كانش يتمنى اكيد ان اللعيبه دي تسيبه طبعا. فطبعا طبعاً ممكن برضو تاثر، يعني الموضوع مش اصابه كورونا بس، لا 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 خالص خالص خالص، بس طبعا فرقه سبورتنج فريق يحترم جدا، ان هم تحت الباسكت عندهم الموضوع هيبقى لو اتكلمنا فنيا يعني الموضوع جامد شويه، عندهم ما شاء الله هاجر واخده احسن لعيبه السنه اللي فاتت في الدوري، عندهم هاله ماشيه من عندنا، وطبعا كلنا عارفين ان هاله شعراوي بالظبط، هاله شعراوي هيبقى عندهم مميز وتحت الحلقه ودفاعيا وهجوميا بالظبط، المفروض عندهم رنيم الجداوي لعيبه كويسه جدا جدا جدا، بس انا مش عارفه هتكون متواجده النهارده ولا لا، مش علشان كورونا، لاسباب غالبا عندها يعني قصه مع نادي سبورتنج، والله اعلم هتكون موجوده النهارده ولا لا، بس رنيم برضو لعيبه اتمنى تبقى كانت موجودة. في امريكا ورجعت السنه دي، كانت في جامعات يا كابتن، يمكن انت اول حد كانت فتح في الجامعات صحيح، وانت كنت برضو من احد طبعا الشخصيات المؤثره على ناديني ان انت تخليها تطلع جامعه تسافر. الحمد لله، فعندنا طبعا الناس الموجوده هم تحت الباسكت، الموضوع هيتعبونا شويه تحت الباسكت، مع بقى فوق طبعا عندهم منار، عندهم فرح عمرو شوتر كويسه جدا، عندهم جينا بتشوت ثلاثات عندهم، فبرضه الموضوع يعني مش سهل زي ما لا لا طبعا مفيش باسكت ما فيهوش سهل. صحيح صحيح عمرو، طب انت شايف في النادي الاهلي قوه، نقاط القوه، الضعف، احنا عندنا حلول اللي ممكن نمتلكها النهارده في مباراه اليوم في ظل طبعا انتظار المسحه ونتائجها ومفاجاتها؟ دلوقتي الساعه 4 قوي يعني اعتقد هيبقى في حاجه خلاص اللعيبه طبعا اكيد معايا فريق العمل يعني اكيد برنامج يعني. متابعين وان شاء الله اول اي جديد هيبلغونا ان شاء الله خير يعني اتمنى السلامه. شايف حلولنا ايه النهارده في المباراه؟ ايه لاعبين الارتكاز بتوعنا؟ الدنيا ماشيه ازاي؟ هنكلمها بقى من 1 2 3 لغايه 5 طبعا لا احنا عايزين نتكلم جنرال يعني، احنا هنخش ونستعرض القايمه بالتفصيل مع الساده المشاهدين، ولكن هنتكلم فنيا جنرال، ايه اللي نقط قوتنا؟ قوتنا كاهلي يعني عندنا طبعا يعني كابتن سرايا احسن لعيبه في افريقيا، كابتن نادين سلعاوي ده اللي هو الباروميتر او الاوتسايد بلاير، عندنا فريده وائل دي صفقه جديده سريعه جدا بتلعب، عندنا نوع الشتاء، غير ده كله ده عندنا كايلا، كايلا النهارده هي كايلا لعيبه يعني كامله زي ما بيقولوا، فكايلا هي اللي هتلعب الفرقه مش البلوميكر، بالرغم انها ما بتلعبش ثاني العاب، بتلعب 3 و4 بتلعب يعني كتر، وساعات تنزل 4 كابتن علي بيحتاجها ساعات تمسك لو في بيفوت سريع زي هالا النهارده، فطبعا هو اكيد هيلاعب عليها كايلا، فكايلا هي لما بتلعب بتعرف تباصي، بتعرف تفضي الناس، فريق سبورتنج بيلعب كويس قوي تحت الباسكت، عنده 3 كويسين، هو بيلعب سمول فورورد وفورورد يعني بيلعب بيفوت صغير 3 و4 تمام، فاحنا عندنا اللي ماتش اب معاهم او اللي يمسكهم كويس او اللي يوقف حلولهم وطبعا شغل اكرم الشرباجي هيبان قوي يا كابتن، اكرم الشرباجي بتاع لجنه الاحصاء بتاعه النادي الاهلي او المحلل الفني، فشغله هيبان قوي النهارده، هو احنا الحمد لله ممكن نماتش تعبليهم في الديفنس كويس قوي، ممكن نوقف الحلول تحت الباسكت اللي هو الانسايد بلاير بتوعهم، ممكن نوقف الدنيا عندهم خالص، واهم حاجه احنا عندنا ناس اللي تجري على الفاست بريك، انت لو دفعت هجمتين 3 ورا بعض هتطلع، عندك ناس بتشوت 3 بونت، عندك كابتن نادين سلعاوي، عندك سرايا، عندك دينا عمرو، رانا علاء، اذا عندنا حلول كتير، عندك ما شاء الله عندك حلول، وربنا طبعا يوفق التوفيق طبعا بتاع ربنا. طب خلينا يا كابتن استعرض معاك طبعا اسامي الفرقتين، ولكن خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين، هنطلع لفاصل سريع ونرجع لحضراتكم عشان استعرض طبعا الفريقين والاجهزه الفنيه ومزيد من التحليل الفني، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد ومكملين معاكم تغطيتنا الحصريه لمباراه قبل النهائي في كره السله سيدات المرتبط ما بين النادي الاهلي وسبورتنج، والمباراه تقام على صاله هيئه قناه السويس بالاسماعيليه، والمباراه هتكون يعني بعد حوالي 45 دقيقه يعني الساعه 6 ان شاء الله وتتنقل على الهواء مباشره. بحب انوه الساده المشاهدين اللي مش قادرين يتفرجوا علينا طبعا في التلفزيون، احنا في بث مباشر على صفحتنا على الفيسبوك وايضا على اليوتيوب شانل، هتقدروا تتابعوا المباراة لحظة بلحظة، لأن احنا حريصين ان كل جمهور النادي الأهلي وكل جمهور ومعشاق كرة السلة في مصر يتابعوا المباراة دي. طبعا اللينكات بتاعتنا للسادة المشاهدين لو تقدر طبعا
تتفرج عليها. احنا بس في جواب جالنا دلوقتي طبعا من اتحاد السله واتحاد كره السله اللي كان موجه للمناطق، مضمونه هقوله لحضراتكم في اطار حرص الدوله ده. الاتحاد المصري وجهه للمناطق او المناطق كره السله منطقه القاهره والجيزه ويعني كل المناطق واسكندريه وكل المناطق، قال في اطار حرص الدوله على النهوض بكافه الانشطه الرياضيه نحيط علم سيادتكم بانه ليس هناك الغاء او تعليق لنشاط كره السله، وعلى كل الافرع الالتزام بكافه انشطتها طبقا لجداول المباريات، على ان يتم الالتزام بالاجراءات الاحترازيه الواجب اتباعها. طبعا يمكن امبارح بعد قرار اللجنه الاولمبيه او خطاب اللجنه الاولمبيه للاتحادات يوم 26 طبعا حصل شويه لغط وكلام ان ده في تعليق للمباريات، لا ما فيش تعليق. اتحاد الطايره فضل انه يعلق المباريات تماما وقال لك الدوري مقفول خالص على ما فيش يعني مأجله لغايه يوم 16، كل الانشطه ملغيه لتقييم الموقف بعد يوم 16. اتحاد السله اصر على استكمال الموسم، وامبارح كان تم عمل مسحات للاعبات واللاعبين وبدات النتائج تبان تباعا. ماتش النهارده كان المفروض يتلعب امبارح وتأجل، انا بس بقول للساده المشاهدين عشان اللي ما كانش متابعنا يعرف بالظبط الوضع كان ايه. طب يا جماعه احنا كده جاهزين معانا القوائم، نقدر نقولها الزملاء معايا هل جاهزين القوائم نقدر نقولها؟ طيب خلينا نرجع للمباراه تاني لغايه ما يجهزوا القوائم طبعا ونستعرضها مع الساده المشاهدين. طيب خلينا خلاص نبتدي بقائمه النادي الاهلي. كابتن عمرو اتفضل. في اي ار في ايه نور علي طلعت، بس نور علي طلعت مصابه تمام اثر حادث. في مايا حلوه، مايا حلوه مصابه برضو ودي قادمه من نادي سبورتنج. نادي سبورتنج لعيبه هايله. نادين السلعاوي بتلعب مركز ثلاثه. في سرايا محمد النجم بتاعنا مركز اثنين. رنا نبيل مركز واحد. دينا عمرو كابتن الفريق مركز اثنين. رنا علاء مركز واحد. رضوى محمد اعتقد اللي هي مصابه. فريده وائل دي صفقه جديده كابتن هيثم برضو صفقه قويه برضو من نادي هليوبلس بتلعب مركز اثنين وثلاثه. نادين ابو الفتوح مصابه. في سلوى هارون بتلعب مركز خمسة صفقة جديدة أيضا سلوى من نادي الزهور. في نهى الشتا مركز خمسة صفقة جديدة كابتن هيثم من نادي هليوبلس. في قايلة طبعا هي بتلعب مركز ثلاثة وأربعة ممكن نزود اثنين كمان مركز محترف الأمريكية محترف قايلة. وفي حبيبة حاتم، عايزين نتكلم على حبيبة دي يا كابتن هيثم، دي برضو كانت في دوري الجامعات ولسه راجعة. خلصت ولا خلصت رجعت. في جنة مصطفى بتلعب مركز أربعة بس كابتن علي سعد بيلعبها خمسة. وفي هاجر علي دي أحسن لعيبة في أفريقيا تحت 18 سنة. طب كابتن عمرو النادي الأهلي يعني يمكن ما شاء الله عنده سكواد جامد شايف حد من الناشئات ممكن ما يكونش يعني ما تقالش اسمه ممكن يصلح إنه يطلع الدرجة الأولى؟ لا ما اقدرش اقول الكلام ده طبعا يعني من المجموعه اللي موجوده دي افضل يعني مجموعه تقريبا يعني هو في طبعا في هاله هاله احسن بلاي ميكر في افريقيا دي يعني ربنا يقومها بسلامه عندها مزق في السنان. هاله اخت اخت هاجر طبعا اخت هاجر كانوا معانا في الحلقه احنا هنرجعها قريب هترجع بس طبعا عند خاله في الماتشات قريب يعني هم فرقتك يا كابتن بقى وفي اي فئه يا كابتن اي فئه مستقبل لا مستقبل ولاعيبه قويه جدا تحت الباسكت مع انها السايز بتاعها او حجمها مش كبير ايا وهاجر اعتقد كابتن علي يعني هيعتمد بيهم عليهم النهارده اكيد ان شاء الله. كابتن عمرو اجي لحضرتك كابتن علي استعراض قائمه سبورتنج وبرده بعد ما نستعرضها لو لحضرتك ليكي تعليق طبعا نتشرف بيه. اتفضلي. عندنا منار ايهاب منتقله كانت عندنا طبعا منار من اسرع واحسن القطارات في مصر دلوقتي يعني هي كانت لعيبه النادي الاهلي وانتقلت الى بالظبط هي كانت لعيبه سموحه الاول كابتن عايز سموحه الاهلي بعد كده يمكن هي راحت اسكندريه عشان يعني طبعا عشتها من اسكندريه عشتها طبعا يعني اسريه يعني امور اسريه. عندنا فرح عمر مركز اثنين. فرح بتشوت كويس قوي لعيبه شوتر كانت في سبورتنج هليوبلس ورجعت سبورتنج تاني تمام. طبعا عندنا اسرار ربنا يشفيها ويعفو عنها. عندنا جينا بتلعب مركز ثلاثة برضو لعيبه بتشوط كويس جدا تمتاز بالتصويب الثلاثيات. عندنا نادين ياسر بتلعب مركز أربعة. نادين من النوع
حياتك ممكن ما تحسش بوجودها في الملعب، بس بعد كده انت بتبص في الاستاتستكس تلاقيها عامله حاجات كتير جدا. ده اللعيب الخطر جدا بالظبط. انا طول عمري بقول عشان كده انا بقول ان هي ليها تاثير كده. بالظبط بالظبط. اتفضلي. عندنا هاجر هشام كابتن الفرقه واحسن لعيبه في مصر دلوقتي ما شاء الله. وعندنا رنيم قلنا ان احنا مش عارفين هتكون موجوده ولا لا، هي ما لعبتش معاهم من ساعه التوقف لغايه دلوقتي خالص. في ملك السيد بتلعب واحد بتهيألي، يعني الثلاث اسامي اللي هقولها ملك السيد وليلى نبيل وميان كامل بتهيألي ان دول يا اما اول سنه او تحت 18. دول متصاعدين بالظبط. بلغوني دلوقتي ان الثلاث لاعبات ملك وليلى وميان متصاعدين بالظبط. عندنا مونيك طبعا عندها كورونا ربنا يشفيها. عندنا فريده خالد، هاله الشعراوي المنتقله من الاهلي لسبورتنج. وعندنا جمانه هيثم صفاء لعيبه برده بتلعب واحد واثنين. جمانه هيثم دي بنت كابتن هيثم. بنت كابتن هيثم صفاء اللي هو دلوقتي عنده كورونا. مش كده ولا لا؟ لا 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 كابتن هيثم راسلان. كابتن هيثم صفاء كان مدرب درجه اولى كابتن كبير طبعا احنا عارفينه. فجمانه برده بتلعب واحد واثنين ولعيبه سريعه ممكن تمشي الملعب، ممكن حد ياخد الملعب وهي تلعب اثنينيه يعني برده. صحيح. طب يا كابتن شايفه ان هو يعني في غياب المجموعه طبعا المعلومات اللي عندنا قبل كده قد تتغير بعد معرفه المسحه، واكيد هنقول لحضراتكم عليها، شايفه المعلومات دي او اللعيب السكواد بتاع سبورتنج يقدر يستوعب الصدمات غياب اللاعبات بسبب كورونا ولا شايفه الدنيا ازاي؟ لا يقدروا يقدروا، لان فرقه سبورتنج فيهم خبرات والصغيرين بتوعهم دايما سبورتنج بيبقاش عندهم الرهبه او كده، يعني عادي بيلعبوا مفيش مشكله. بالظبط بيلعبوا بالظبط كده، ومتعودين ان دايما بيجي اذا كان اهلي او سبورتنج بيجي في ماتشات جامده الناس الكبيره مش موجوده، فالصغيرين بيلاقوا نفسهم فجاه في وش الموضوع وبيشيل. هنشوف ماتش اكيد كويس. كابتن عمرو هيجي لحضرتك الجهاز الفني للنادي الاهلي. اتفضل. كابتن علي هاشم مدير الفني، كابتن كريم اسماعيل مدرب عام، كابتن احمد ابراهيم مدرب، كابتن اكرم شرباجي اللي انا كلمتك عليه اللي عنده شغل النهارده كتير قوي، محلل فني، ربنا يقوم كابتن موسى علي يعني بالسلامه ان شاء الله مدير اداري. الف سلامه عليه ونتمنى له الشفاء. في كابتن ماجد مسلمي ده الاداري. في ايهاب صلاح مخطط الاحمال. في الدكتوره سالي دكتوره الفريق. في ياسمين الكلاي شاطره جدا دكتوره سالي على فكره. لا وكابتن ايهاب كابتن هيثم مخطط احمال عالمي بصراحه. ما شاء الله كابتن ايهاب هنعرفه. ما شاء الله. وفي ياسمين الكلاني اخصائي علاج طبيعي. ما شاء الله جهاز متكامل بصراحه. يعني الجهاز تقيل ما شاء الله تقيل بجد. طب كابتن عاليه جهاز الفني لكره السله سبورتنج. بس استاذنك قبل ما اقول على جهاز سبورتنج، احنا عندنا غير غياب لعيبه السبورت لعيبه الاهلي طبعا كابتن موسى علي ربنا يعني يشفيه، بس طبعا ليه دور مهم جدا 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 بيبقى مع الفريق، لانه وجود حد كبير وخبره وهو مدير اداري بس كمدرب عنده فنيات عاليه جدا. بالظبط فنياته عاليه جدا. اشتغل مع الاولاد والبول مرني انا شخصيا كابتن هيثم مرني يعني مرني شخصيا وانا مرني انا كمان. ربنا يديله الصحه ويشفيه. فهو وجوده هيفرق اذا كان في تهدئه الجهاز الفني او طمأنين، يعني بيدي طمأنينه للاعبات. فده انا وصل مهم انا عن نفسي شايفه ان ده هيبقى، يعني هم متعودين من السنه اللي فاتت ان كابتن موسى موجود، يعني مجرد وجوده بيدي راحه، فالموضوع ده يعني نتمنى له الشفاء ان شاء الله بسيطه باذن الله. ان شاء الله اسبوعين ان شاء الله يبقى معاهم على طول ان شاء الله بعد كده باذن الله. جهاز فني سبورتنج كابتن عمرو عاشور مدير فني، كابتن محمد محروس مدرب عام. احنا قلنا طبعا كابتن عمرو مش هيبقى موجود للاسف، بس انا كلمته النهارده هو عامل مسحه فان شاء الله. حالته ايه؟ طب الصحيه اهم من المسحه؟ والله يعني الحمد لله احسن شويه، بس يعني قال برده ايه هو بيحاول يلحق يعني فراح. هو طبعا معزول فعمل المسحه النهارده، فبيقول لي لسه مستني النتيجه. ربنا معاه ربنا على نفسه ويطمنا عليه ان شاء الله يا رب. كابتن حسن غريب مدرب برده ربنا يشفيه ويعفو عنه ان شاء الله. كابتن سامح صلاح مدير اداري. سامح في الاثنين ورجاله ولاد وبنات. ما شاء الله كابتن سامح يعني الكل يستعين بكابتن سامح. بالظبط. وكابتن جانت مدير اداري. كابتن جانت بقى ايه يعني تاريخ تاريخ طبعا التعريف. بالظبط اكيد يعني اتمنى كل التوفيق. كابتن محمد جابر احصى، وبرده كابتن محمد جابر زي ما كابتن عمرو قال على كابتن اكرم عندنا في الاهلي، فكابتن محمد جابر برده في الماتش يعني بيدي احصاء كل خمس دقائق مش كل شوط. معلش تاني كابتن حامد جاب بيشتغل مع المنتخبات. بيشتغل مع المنتخبات.
ودكتور تيسير طبعا. دكتور تيسير صيام يعني مجهود خرافي مع فريق سبورتنج. بالظبط بالظبط. وكابتن هشام محمد من خطة الأحمال. والله بص اقول لك على حاجه يا كابتن علي. نادي سبورتنج انا بحقيقه من الانديه اللي انا بحبها جدا يعني. بحب احس انها شبيهه كتير بالنادي الاهلي طبعا. وتحس ان هم عندهم نظام واحترام تاريخ برضو في الباسكت بصراحه في البنات من ايام زمان يعني. انا لو حكينا على الناس مش عايزه انسى حد طبعا، بس كابتن امل فايد، كابتن امل ادري، وكابتن كارولين، كابتن مها العطار، يعني هنحكي كتير يعني. مش عايزه انسى حد طبعا، كلهم كباتن كبار. فتاريخ. فاكره كابتن انان عطله؟ كابتن طبعا طبعا فاكره كابتن طبعا. كابتن انان عطله ده كان اتعلمنا منه كابتن هيثم الاعلى طبعا. اتعلمنا منه هيثم كتير. كابتن انان عطله يعني انا ما كنتش مصدق ان انا نازل وماسك، لو فاكر في المنتخب مع كابتن طلعت لعبنا ماتش ودي مع سبورتنج، فالواحد مش مصدق لو ماسك كابتن. بس عايز اقول لك ان كابتن انان في هولندا صح، وماسك منتخب هولندا. انا كنت تابعت شويه في اوروبا وماسك احد المنتخبات ورجع رجع هو المنتخب تقلي. انا ما اعرفش، انا اخر حاجه كنت عارف ان هو في امريكا ساعه تقريبا يعني. هو كان في اوروبا بس هو رحاله كابتن. هو على طول هو حتى احنا بنلعب في تقريبا هولنديه او حاجه زي كده، انا اخر حاجه شفتها. وكان نزل اجازه كان معايا يوناني. كان معايا كان حاجه زي كده، معاه باسبور. بس هو من الناس اللي طبعا علامه من علامات نادي سبورتنج. الواحد حزين ان هو مش موجود. هو مهاجر يعني طبعا، بس دي حاجه نتمنى له كل التوفيق. ولكن بيبقى سعيد لما يشوف الاسامي الكبيره دي تاني في مصر. يا كابتن هيثم، بس انا ازود حاجه كابتن علي على حضرتك طبعا. معلش انا اسف يعني. محمود محروس ده مدرب واعد يا كابتن طبعا. تمام. انا اشتغلت معاه وكان جيلنا انا وانت لو تفتكر. واشتغل قبل كده في السعوديه وعمل شغل كويس قوي. فطبعا ما فيش كابتن عمرو عاشور طبعا يعني عالم يعني. بس محمد محروس قوي بيستعين بحد قوي. خلي بالك المدير الفني ما يبقى قوي بيجيب مدرب عام بصراحه. ودي حاجه ميزه كويسه قوي يعني. ميزه كويسه. طب كابتن عمرو اتفضلي. انا اسفه. هي بتبقى يعني ان الفرقه متعودين على وجود حد حاله كابتن عمرو عليها. هو حاله لوحده يعني، بعيد عن الباسكت وفنيات الباسكت. هو حاله كابتن عمرو عاشور بالظبط يعني. فهو بيبقى عامه يعني، حتى برضو كابتن شريف عزمي لما بنات ال 18 فجاه لقوه مش موجود، فهو بيبقى تعود يعني. انا متعود ان المدير الفني موجود والمساعد موجود ومدرب مساعد المساعد موجود يعني. الواحد الشكل تعتاد عليه بالظبط. اللعيبه اصلا بتكون متنشنه عشان داخله على ماتش، فمش يعني. وطبعا ما لقوش حد فجاه دي بس احنا عايزين اللعيبه او اللعيبات يعني تعودوا على ده، لان خلاص كورونا بقت جزء من حياتنا. خلاص بالظبط. واضح ان الموضوع مطول معانا شويه يعني. معانا لا لا ان شاء الله خير يا هيثم. لا ان شاء الله خير. لا ما هذا واقع يا عمرو. طب قول لي يا عمرو، خلينا نروح لصفقات النادي الاهلي. يمكن النادي الاهلي عمل مجموعه من الصفقات الكبيره السنه دي كانت هي الاعظم في تاريخه، مش بس في السيدات يا جماعه. النادي الاهلي في العاب الصالات عمل صفقات هو يعني الحقيقه تكتب في التاريخ. يمكن موسم 2021 كره يد سله طايره الموسم الاكبر في الصفقات التاريخيه، ميركاتو تاريخي في الالعاب كلها. الحقيقه مجلس الاداره وفر كل الامكانيات وكل اللي طلبه. كابتن رؤوف عبد القادر كمدير نشاط رياضي بالتنسيق اكيد مع الاجهزه الفنيه، مجلس الاداره كان بيدعمه. وبنقرر وبنقول تاني النادي الاهلي يعني الحقيقه بيقدم اكبر الهدايا لمنتخبات مصر برعايه اللاعبين والنجوم دي. اتفضل يا كابتن. كابتن هيثم، طبعا الامريكيه المحترفه دي احنا مش هنتكلم عليها، هي الناس هتشوفها. خليها. طب معلش يا كابتن عمرو قبل ما نروح للصفقات. تمام. معلش يا جماعه انا اسف يعني، بس احنا معانا كابتن موسى علي عبر الهاتف، اكيد مدير اداري فريق السيدات لكره السله بالنادي الاهلي. والحقيقه واللي بيعاني دلوقتي من طبعا فيروس كورونا وهو في العزل. اهلا بك يا كابتن موسى. كابتن هيثم الله يخليك. كابتن هيثم الف سلامه عليك يا كابتن، وان شاء الله تعود يعني بالسلامه لفرقتك وللنادي وللاعبات. الحمد لله. الله يسلمك، يشفي ربنا يشفي كل مريض ويعافيه ان شاء الله. كابتن موسى مطمن على الفرقه النهارده ان شاء الله؟ يعني حاسس ان شاء الله المكسب هيكون حلفنا النهارده، ولا لك كلمه اخرى؟ والله طبعا انا بتمنى لهم التوفيق ان شاء الله، ربنا يوفقهم. وطبعا المباراه دايما بين الاهلي وسبورتنج بتبقى دايما في الملعب، وربنا يوفق اللعيبه والجهاز النهارده عشان يفوزوا بالبطوله ان شاء الله. طب كابتن موسى، عند حضرتك طبعا كمدير اداري اكيد حضرتك قاعد في البيت وماسك التليفون وعمال تبعت مسجات وتكلم ده وتكلم ده، عند حضرتك اخبار عن المسحه ولا مفيش اخبار؟ لا والله انا هم بيكتبوا على الجروب، وهو كان المفروض ان قالوا ان المسحه هتظهر الساعه 1، بس مفيش حد ولا حتى للولاد حد كتب ولا للجهاز كتب اي حاجه. بس هم اعتقد دلوقتي هم نازلين رايحين الماتش دلوقتي. يعني يمكن المسحه قد يعني ممكن تبان بتهيألي. هو اكيد طالما ما فيش حاجه يبقى ربنا
يعني قال كله سليم الحمد لله يعني. نيو نيوز جود نيوز يا كابتن موسى. الحمد لله. لا اخبار فدي في حد ذاتها اخبار سعيده. طب كابتن موسى شايف ان الماتشين لما اتضغطوا بقوا يومين ورا بعض، يعني هو كان المفروض المباراه تتلعب امبارح وتاجلت بقت النهارده، شايف لما اتضغط الماتشين بقوا النهارده وبكره للسيدات ده هيبقى حمل على اللاعبات، ولا انت واثق في اعدادهم الفني جيدا والفني والبدني كابتن؟ طبعا لا هو اكيد طبعا، هي طبعا الظروف دي بتبقى اجبار على الكل، وبالتالي شيء طبيعي ان انت تبقى مجهز نفسك، ونفس الفرد مش عليك انت لوحدك على الفرقه الثانيه، وده شيء طبيعي ان انت بتلعب حتى لو بتيجي تعمل ماتش فاضل بتلعبه في ثاني يوم، فمش هتفرق يعني في يوم راحه او كده، ودي ظروف قهريه للناس كلها، وربنا يشفي ويعافي يعني. ان شاء الله يا كابتن موسى الفوز والنصر حليف النادي الاهلي ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن موسى باذن الله، وبنتمنى لحضرتك السلامه والشفاء العاجل. كابتن موسى مدير اداري الفريق الاول لكره السله سيدات من العزل المنزلي، بنشكرك شكرا جزيلا. الحقيقه قبل ما اطلع فاصل انا جالي دلوقتي اخبار ان ايه الفقي وهاجر، هاجر ايه يا كابتن؟ هاجر علي. هاجر علي هيعيدوا المسحه تاني، فهم كده طلبت اللجنه الطبيه اعاده مسحتهم تاني، يمكن بيبقى في حاجه مش كونفيرمد قوي، فدول غالبا هيغيبوا عن المباراه بسبب اعاده المسحه، هم سلام الحمد لله ولكن يعني مفيش اعراض عليهم، ولكن اللجنه الطبيه طلبت اجراء مسحه اخرى ليهم، فغالبا هيكونوا بره المباراه يعني. تبعا هنجيب لحضراتكم الاخبار. خلينا نطلع لفاصل سريع ارجع لحضراتكم عشان نتكلم على الصفقات الجديده بالنسبه للفريقين الاهلي وسبورتنج، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، بحب اطمنكم على فريق نادي الاهلي الاول للسيدات، الحمد لله المسحه سليمه بالكامل للفرقه ما عدا ايه الفقي وهاجر علي اعاده المسحه. احنا بنطمن اهاليهم مفيش حاجه عشان بس محدش يتخض، هم الحمد لله بخير، ولكن هم بالنسبه للجنان الطبيه لو المسحه يعني ممكن تكون اتخذت مثلا بطريقه مش صحيحه، حصل المسحه بيبقى وضع في نسبه مئويه من المسحات ما بتبقاش يعني سليمه، انما البنات سلام وبصحه جيده جدا وهيعيدوا المسحه تاني والنتيجه تطلع بكره. احنا بنطمن بس اهاليهم عشان ما حدش يتخض، البنات كويسين ولكن اعاده المسحه ده شيء طبيعي في اي حته في العالم، هيعيدوا المسحه فعشان كده هم هيتم استبعادهم من المباراه او مش هيشاركوا الحين اعاده المسحه مره اخرى. كابتن عمرو نستعرض مع حضرتك صفقات سله الاهلي السنه دي، اتفضل كابتن. اتكلمنا على الامريكيه كايلا، ده مش هنتكلم عليها في الباسكت، هي الناس تتفرج عليها. ما ينفعش نتكلم. ها لا 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 احنا شوفوا بنفسكم. لا لا احنا هنقلل كمان من الكلام ده. اتفضل. طبعا ده يعني الكلام دوت او اللعيبه دي تحسب لعلي هاشم اللي هو جايب او اختار او جاب لعيبه زي دي، وتحسب للنشاط الرياضي وتحسب طبعا 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 المبلغ اكيد. بس انا بتكلم اللي عن الشاف اللي هو الاول بتاع الباسكت يعني، واختياره هو. طبعا. اتفضل يا كابتن. عندنا طبعا نجمه مصر الكابتن نادين سلعاوي، دي كانت محترفة في جامعة في دوري الجامعات الأمريكي ولسه راجعة، خلصت ولسه راجعة. في حبيبة حاتم اتكلمنا عليها برضو، قلنا اللي هي كانت لعيبة نادي الأهلي برضو، بس هي كانت في الدوري الأمريكي الجامعات الأمريكي ورجعت. تمام. في كانت أحسن لعيبة في نادي هليوبلس كابتن فريدة وائل، بتلعب مركز 3 و2 وساعات 1 يا عيسو. في نوع شتا برضو من هليوبلس، في كابتن مايا حلوة جاية من نادي سبورتنج هي ورانا نبيل، وفي سلوى هارون من نادي الزهر بتلعب مركز 5. سلوى هارون دي كان عندنا برضو لغط شويه، مركز 5 كان قليل جدا لعيبه مركز 5 عندنا، هي ونوع شتا بيلعبوا مركز 5. طبعا علي هاشم يعني اعتقد اللي هو تفكيره كان صح عميق شويه في الموضوع ده. خلي بالك برضو اصابه نور علي طلعت، ما هو ما كان هو كان عامل نور بتلعب 4 يا كابتن. نور علي طلعت بتلعب 4، هو عايز يعني خمسه تقيله، عايز بالبلدي كده تقاله تحت الباسكت، ريباوندنج كويس، استحواذ كويس على الكوره. فطبعا واحده زي نوشتها بتشوت على فكره هيثم، ثلاثه بونت بتطلع تشوت. طيب كابتن علي اجي لحضرتك، عايزين صفقات سبورتنج وتاثيرها على الفريق هذا الموسم. عندهم المحترفه مونيك، كانت مع فريق هليوبلس اللي كسبوا كاس مصر، كانت مع كابتن ايهاب الالفي. برضه مش عايزين نقعد نتكلم كتير لان هي بس شوفوه. للاسف احنا هنتكلم بس هم مش هيشوفوها النهارده. بس احنا لسه هنتاكد، خلي بالك. لا 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 هي من قبل كده، بس هي من قبل كده، من قبل كده، فهي فبرضه هنقول الناس ان شاء الله يشوفوها بعد كده، هي مش هتبقى للاسف موجوده النهارده. بس ممكن اقول حاجتين، ان هي في ماتشات هليوبلس الاخيره على طول حاطه 42 بونت في ماتش و57 بونت في ماتش. يا ساتر. ما هي المشكله ما حدش يعني بص هي المشكله اللي مفيش حد اللي هو السايز اللي هو يمسكها. هي بتلعب 3 و4 والسايز بتاعها يعني كابتن علي هتقول لك عامل ازاي،
وبعدين التكوين الجسماني بتاع دوت عندها سرعه غير طبيعيه فواحده تجيب 57 بونت فبرضو استكمل الصفقات اتفضلي بالظبط. فدي محترفه عندهم هاله شعراوي قلنا برضو اللي احنا اتكلمنا على هاله برضو هنتكلم كتير جدا ما شاء الله. كانت لعيبه الاهلي وانتقلت لسبورتنج. منار ايهاب كانت لعيبه الاهلي قبليها سموحه انتقلت لسبورتنج برضو. منار من اللعيبه تقال جدا وخبره خلاص دلوقتي بقت خبره. عندنا بقى فرح عمر كانت سبورتنج راحت هليوبلس ورجعت تاني سبورتنج. وجومانا هيثم نفس الكلام بس كان سبورتنج راحت جزيره ورجعت. فرح وجومانا صغيرين في السن وخبره يعني لما لعيب صغير يبقى في سبورتنج ويروح ناديين كبار زي جزيره او هليوبلس في الباسكت ويرجعوا تاني فراحوا اكتسبوا خبره ولعبوا ورجعوا تاني اتحطوا مع الناس الخبره اللي هتبقى زي هاجر زي الناس دي. ففرح وجومانا انا يعني يتحسبوا من الناس اللي هيشيلوا ماتش النهارده ان شاء الله. طب شايفه الصفقات سبورتنج يعني مؤثره السنه دي؟ شايف ان هو كابتن عمرو عاشور بعد ما اختار اللاعبات دي لو في الامور الطبيعيه كان نادي سبورتنج هيبقى شكل تاني يا كابتن؟ طبعا 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 لو الناس دي موجوده مع رنيم الجداوي هيبقى الموضوع ايكوال جدا قريب جدا لبعض زي بالظبط ما قلنا امبارح في الاتحاد والاهلي الموضوع الصفقات خلت الفريقين يقربوا من بعض نفس الكلام الاهلي وسبورتنج بنات. طب خلينا برضو نقول انه يعني بيتهيألي بعد المساحات اللي اتعملت سواء النادي الاهلي، النادي الاهلي يمكن قبل كده كان بيعمل مساحاته وكان هو مطمن على فرقته وعنده دايما يعني لاست ابديت لفرقته صحيا. المشكله هتبقى مع الانديه اللي ما كانتش بتعمل، ممكن تلاقي مفاجآت. مش عارف راي ضيوفي ايه، رايك يا كابتن علي؟ هو احنا عندنا هنا شويه في الحته دي في البنات الموقف معكوس شويه لان سبورتنج هم اللي جايين مسافرين اسماعيليه عاملين مساحاتهم اوريدي. لا اللي ظهر عندهم اعراض بس هو النادي الاهلي بيريودك بيعمل طبعا انا اللي اقصده ان احنا بالنسبه للمنافس اللي هنلعبه النهارده مش هيواجه معانا المشكله دي خالص عكس اللي حصل في الرجال شويه لان اوريدي هم عاملين مساحاتهم واستبعدوا الناس بالجهاز الفني فاللي مسافرين الحمد لله ربنا يحفظهم ويحفظ الجميع. يعني اقصد حضرتك ان مفيش مفاجآت برضو في سبورتنج؟ ما افتكرش هيبقى في ان شاء الله يعني ما افتكرش ان شاء الله. واحنا بالنسبه لنا الحمد لله زي ما قلنا النادي الاهلي بيعمل مساحاته والدنيا مظبوطه وفي الاخر النادي الاهلي طلع الحمد لله كل العينات سلبيه للاعبات. طب يعني كابتن عمرو برضو ارجي لك في امر فني شويه. اتفضل. يمكن كابتن علي هاشم عنده مشكله ان عنده جاهزيه اللاعبات كتير، عنده لاعبات كتير جدا جاهزين، عنده قماشه ما شاء الله كبيره يقدر يختار منها، وفره في الدكه، عنده سكواد كويس. ده ليك كمدير فني بيبقى مشكله ولا شايف كابتن علي هاشم هيقدر يهندل الموضوع ده كويس؟ لا بالعكس دي مش مشكله. يعني احنا شفنا الاتحاد السكندري السنه اللي فاتت، الاتحاد السكندري كان سكواد يعني لعيبه نجوم وكانت بتقعد. في حاجه اسمها روتيشن في الباسكت دلوقتي او فلسفه في الباسكت كابتن مرعي يعملها، اعتقد كابتن علي بيعمل الكلام دوت برضو. يعني ماتشات كتيره كنا موجودين انا وكابتن علي، لا برضو روتيشن. وبعدين خلي بالك يا هيثم انت بتلعب ماتشين ورا بعض، يعني انت عندك يومين، وبعدين ده مش ماتش سهل، خلي بالك بقى الناحيه النفسيه بتاعت ماتش نهائي. صحيح. فانت اوريدي هتحتاج ان انت تلعب ال 12 في سكواد، هتحتاجهم وخصوصا كمان يعني الفرقه اللي انت بتلعبها مع احترامي طبعا اللي هي الامريكانيه والكابتن عمرو عاشور مش موجود، بس انت فرقه بتلعب نهائي، فرقه كبيره هتموت على اللعب. احنا اقوى طبعا بس فرقه هتموت ماتش نهائي. تمام. وبعدين ماتش الكبار بيبقى بثلاثه بونت، يعني هو لو لا قدر الله كسبك النهارده هيموت بكره على الماتش او كان البنات، فهو الماتش برده تهيئه نفسيه قبل ما يبقى فني يا كابتن هيثم. يعني الماتش تهيئه نفسيه قبل ما يبقى فني. وبعدين انت عندك علي عامل حاجه كويسه قوي، يعني انت حاطط بوزيشن في تبديل ليه، يعني انت مفيش حاجه اسمها نجم دلوقتي. انت نجم بس انت كده كده هتغير، مفيش لعيب باسكت هيلعب جيمين ورا بعض 40 دقيقه. صحيح. شايفه كده كابتن علي برضه؟ طبعا. الروتيشن المهم النهارده كابتن علي هاشم يقوم بيه غير سبورتنج، يعني سبورتنج يمكن عنده غيابات اوريدي فممكن ما يعانيش من هذه المشكله، انما المشكله بتبقى مدير فني. وخلي بالك لو مفيش تعاون من اللاعبات بتبقى مشكله، يعني لو اللاعبات حسوا او لعيب بيقعد نجم وبتاع بيتضايق. لا هو ما فيش بقى دلوقتي الكلام ده، الناس دلوقتي بقت بروفيشنال جدا، اللعب الموضوع كله الموضوع بقينا زي بره في كل حاجه، فالموضوع بروفيشنال جدا. طبعا هي ميزه ان هو عنده لعيبه، والروتيشن كنا الاول بيقصد بروتيشن ان انت هيبقى عندك حد لعيب اقل شويه هيريح حد، انما دلوقتي الميزه اللي عندنا انه انا هخرج نادين سلعاوي هنزل فريده وائل،
هخرج رنا نبيل هن... ما فيش خالص، مفيش فرق خالص. بس احنا بحكم الخبره يا كابتن علي وبرضه حضرتك طبعا اكيد تفيدينا في ده اكتر، كابتن علي هاشم في ثلاثة أو أربعة بيعتمد عليهم بشكل كبير بياخدوا وقت أطول زي ثريا، ما ده طبعا ده الطبيعي زي جدا، زي اللعيبة المحترفة ممكن تلعب 40 دقيقة. هل النهاردة الأمر الواقع فرض على كابتن علي هاشم الروتيشن، يعني حتى اللعيبة دي مش هتاخد وقتها الطبيعي، ولا شايفة إن ماتشين بالنسبة للعيبة ده ولا حاجة؟ لا هو ممكن هي فلسفة، يعني ممكن تكون أنا واحدة مثلا ممكن ألعب بالناس مدام هم، إحنا قلنا كابتن إيهاب كونجا مخطط أحمال كويس جدا، مدام هم يقدروا يلعبوا في الماتش ولو ماشي النهاردة أنا ممكن برضه أقول أنا ليه أطلع لعيب ماشي في الملعب كويس، يعني أنا لو عندي ثريا فايقة وماشية صحيح وما شاء الله مش تعبانة ولا أي حاجة هخليها، أو نادين سلعفاية، فهي بتبقى فلسفة ده صح وده صح يعني، فهو ممكن بالظبط ممكن اخلي لعيب ماشي، طب ما انا ممكن نادين سلعاوي ماشيه كويس النهارده هخليها واحوش فريده وائل لبكره مثلا. دي لقطه لثريا كانت في مباراه القاهره، معلش عدوها لنا تاني يا جماعه لان دي كانت من اسرع اللعب او اسرع الهجمات دي ثريا، برده لقطات دي سي بوينت لثريا. ثريا الحقيقه يعني لقبوها كليوباترا النيل لانه هي من افضل لعيبات 3 على 3 على مستوى العالم وافريقيا كمان، فثريا ليها عامله ما شاء الله اسم كويس ومشرفه النادي الاهلي في محافل كتير وبيبقى ليها دور، يعني ان شاء الله نتفرج عليها النهارده يعني يركزوا عليها. ونادين السلعاوي طبعا احد النجوم اللي راجع من دوري الجامعات ستايل اوروبي ما شاء الله ربنا يحميه من الاصابات. انا اتوقع النهارده انت تشوفوا فرقه يعني اللي ما شافش المباراه دي، ان مباراه الجزيره بتاعت نهائي القاهره دي كايله ما شاء الله، هتشوفوا مباراه النهارده تمتعكم وهتحسوا انه في فرقه على مستوى عالي. وكمان انا عايز اقول حاجه، انا هطلع لنقطه مهمه جدا كويس افتكرتها النهارده، انا شايف الفرقه دي تقدر تلعب بطوله افريقيا، ولان الحقيقه النادي الاهلي السنه اللي فاتت لعب واخد راي يوفي طبعا لعب بطوله افريقيا بدون استعداد، يعني قالوا له يلا انت في بطوله افريقيا، كابتن علي هاشم فوجئ انه جاي له جواب يلا انت جاهز وشكل الفرقه كان كويس، فكابتن رؤوف اتشجع قال لك نشارك، شاركنا قبل البطوله باسبوعين وصلنا فاينل صح يا كباتن؟ كلامي مظبوط، وصلنا فاينل وخسرنا بكوره فاول في اخر مباراه كان فيها شك جامد جدا، ولكن يعني تعدي. انما انا شايف ان شاء الله ان الفريق يقدر يخش بطولة افريقيا ونادي سبورتنج ايضا عنده الفرصه دي، طب ليه لا يا كابتن علي ما يتحصلش تنظيم البطوله دي مشترك ما بين النادي الاهلي ونادي سبورتنج؟ يعني انا بقترح لا هو فعلا النادي الاهلي طلب ان هو يستضيف بطوله افريقيا عندنا، ده فعلا حصل بالفعل، واه طبعا احنا السنه دي نستضيفها وان شاء الله يعني او فيش يعني سهل يعني مش سهل بس يعني باذن الله نكسبها كمان، لان احنا السنه دي معانا زي ما قلنا محترفه وهيبقى لينا ان احنا نجيب لا والنادي كمان هيديكي محترفه عالي. طيب بالزبط. خليني اقول لحضراتكم، طب كباتن استاذنكم دي طبعا دي لقطات الاحماء فرقه الاهلي، الفريق النهارده هيلبس الطقم الازرق، فطبعا يعني نادي سبورتنج هو تقريبا المتسجل الاول في السكور شيت، فهيبقى هو بيلعب باللون بتاعه، دي اللاعبات واضح الجديه الاصرار. خلينا استعرض معاكم القايمه جات لي من ارض الملعب، رقم واحد دينا عمرو كابتن الفريق، رقم اتنين نادين السلعاوي، استاذنكم يا كباتن تكتبوا ورايا برضو عشان ايه نحلل اختيار الاثنين، ثريا ثالث لاعبه تمام، رنا نبيل ثانيه واحده، رنا علاء كمان، رضوى محمد، فريده وائل، سلوى هارون، نهى شتا، كايلا اللاعبه المحترفه، حبيبه حاتم، جنة مصطفى. تاني اعيد على حضراتكم اللاعبات ال 12 اللي لعبوا، خلاص هو كابتن علي هاشم استقر على طبعا اللاعبات ده، كابتن كونجا تقريبا المدرب او مخطط الاحمال البدنيه صح مظبوط ولا انا غلطان؟ اللي معاهم بيقوم بعمليه الاحماء، من احد افضل مدربين الاحمال في مصر واشتغل مع المنتخبات. خلينا بقى نقول اللعيبه ثانيه يا كباتن معانا، نور الاول حاجه نادي طبعا دينا عمرو كابتن الفريق بنبتدي بيها، بعد كده نادين سلعاوي، ثريا محمد، رنا نبيل، رنا علاء، رضوى محمد، فريده وائل، سلوى هارون، نهى شتا، كايلا اللاعبه المحترفه الامريكيه، حبيبه حاتم، جنه مصطفى. كابتن عمرو تعليقك على الاختيارات؟ احنا طبعا اتكلمنا قلنا السكواد في الاول او القائمه في الاول، قلنا تقريبا نفس الكلام اللي موجود، قائمه نفس اللي احنا قلناها بالاصابات الناس الاصابه بالناس بتوقع. بص يا جماعه انا عايز بس اللقطه دي بيطهر ايديهم بالكحول، في تطهير الكابتن كونجا او مدرب الاعداد او مخطط الاحمال بيطهر يد اللاعبات بالكحول كل شويه، فزي ما احنا شايفين نادي الاهلي بشكر طبعا يعني الفريق اللي هناك فريق العمل اللي في الصاله والمخرج انه جاب لنا اللقطه دي، طبعا نادي سبورتنج كمان واقفين شايفين ما فيش تجمع،
خلي بالكم الاجراءات دي احترازيه، هم احنا بنتعودين نقرا الفاتحه كلنا بنتجمع، لا هم وقفوا على منطقه الزون ديفنس عشان يقروا الفاتحه متباعدين. بيتم تطهير ايد اللاعبات، اكيد الكور بتتطهر. الحقيقه النادي الاهلي يعني وبيقوم باجراءات يعني الحفاظ على سلامه اللاعبين والجهاز الفني زي ما حضراتكم شايفين. اتفضل يا كابتن عمرو. دينا عمرو بتلعب مركز 2، نادين سرعاوي بتلعب 2 و3، في سرايا بتلعب 1 و2 و3، في رنا نبيل بتلعب 1 عليها صح؟ اه ده رنا نبيل، وفي رنا علاء بتلعب 1. يعني ده التبديل اللي احنا اتكلمنا عليه انا وانت كابتن هيثم، اللي هو عنده في السكواد بتاعه اللي هو يبدل باريحيه بين رنا نبيل ورنا علاء. لا وده هو حاطط كمان رضوى كابتن علي. بس رضوة. انا عندي هنا بس حاجه سريعه ممكن اقولها، ان كابتن علي هاشم ممكن كان يبقى محضر نفسه على حاجه والمساحات غيرتها، لان انت عندك هنا اصلا انت اخترت ال 12 اللي موجودين السلام، انت هو جاله دلوقتي يعني ابتدى ان هو كان ممكن يبقى حاطط هاجر راسم انه عايز سرعه في الماتش، لان احنا قلنا ان احنا عايزين سريع. سرعه بالظبط، فهو اتحط برده في موقف هو ما يعتبرش اختار قوي. هو يمكن في مركز في مكان واحد ما لا ما هو انت خرج ما هو خرج قايل في ايه غصب عنه خرج بالظبط كده هو ما عادش عنده اختيار. اللي انا اقصده ان كابتن علي هاشم ما اختارش ال 12، هو فوجئ احنا عرفنا من 10 دقائق ان هاجر وقال في ايه بره، هو ممكن يبقى عامل حسابه النهارده انه عايز يدخل حد فيهم لحاجه معينه بالظبط، فهو ما بقاش عنده اختيار غير ال 12 الموجودين. بس اقول لك برضو الحمد لله طبعا ان ما كنا بنعمل مساحاتنا احنا بنفسنا ومطمنين على فرقتنا ان احنا ما حصلناش مفاجات الحمد لله. يعني حتى الاثنين استبعدوا الحمد لله ما استبعدوش الاصابه بالزبط. استبعدوا لايه؟ استبعدوا لاعاده المسح. افريقيا يا هيثم دول راجعين لسه ما فيهمش وقت ونروح افريقيا، يعني عاملين مسحه برضو ما هو خلي بالك كذا مسحه في يوم وليله بتتغير الدنيا. طبعا طبعا يوم وليله بتتغير الدنيا. يعني اذا التشكيل حضرتك يا كابتن علي وكابتن عمرو متفقين معايا انه تم يعني اختياره بناء على طبعا الغيابات. طب اعزائي المشاهدين معانا طبعا الزميل محمد توفيق من ارض الملعب ولقاء مهم مع كابتن كريم اسماعيل المدرب العام. اتفضل الزميل محمد. مساء الخير يا كابتن هيثم، برحب بحضرتك وضيوفك الكرام وكل متابعي ومشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. يتجدد اللقاء والاستوديو التحليلي لمباراه الذهاب من الدور النهائي لدوري المرتبط سيدات ما بين الاهلي وسبورتنج، ويا رب ان شاء الله التوفيق يبقى حليف النادي الاهلي. يمكن ظروف صعبه، تاخر مساحات، تاخر نتائج، لكن ان شاء الله النادي الاهلي يتجاوز كل دوت ويبقى البطل ويتوج ان شاء الله بالبطوله. ومعانا الحديث اكثر عن المباراه كابتن كريم اسماعيل المدرب العام. كابتن كريم برحب بيك في البدايه، طمنا على استعداد الفريق. يمكن الظروف زي ما قلنا صعبه، لكن اكيد النادي الاهلي عند الميعاد وان شاء الله مستعدين. ان شاء الله احنا مستعدين من اول يوم، اخدين كل الاحتياطات بتاعتنا ومحافظين، والبنات عندهم وعي كويس جدا ومركزين جدا على البطوله، وان شاء الله النهارده نقدر نكسب ونعمل جيم كويس جدا باذن الله. يعني هل في تاثر شويه بالتخبط، يمكن المباراه تم تاجيلها من امبارح للنهارده، ولا انتم مركزين؟ كابتن علي هاشم اتكلمت معاه قال احنا مركزين وفي طريقنا مفيش اي حاجه، فطمنا بقى على الاجواء جوه المعسكر والتركيز في المباراه. لا من بصراحه الاجواء كويسه جدا وهم البنات مركزين، حتى لما عملنا المسحه الناس بدات طبعا في سن التوتر، بس بناتنا ركزوا جدا وبقى زاد عندهم اصرار ان هم ان شاء الله سواء ايا كان النتيجه ايه ربنا يعني يستر علينا وعلى الرياضيين كلهم ان شاء الله مركزين، يعني ايا كان النتيجه الموجود يقدر يسد، دي لعيبه النادي الاهلي اللي موجود يقدر يسد ايا كان. كابتن يمكن تم اجراء مساحات، هل هيكون في اعاده للمساحات تاني بكره قبل مباراه العوده، ولا خلاص يعني ولا لسه اصلا ما فيش قرار وصل لكم؟ والله احنا قاعدين مستنيين القرار، بس احنا الحمد لله بناتنا النتيجه يعني لحد دلوقتي كويسه، مباشر يعني مؤشر كويس، ومش يعني نقدر نقول ربنا يستر. ربنا يستر الاعداد، اكيد في اعداد بس مش عارفين لسه، احنا عندنا اثنين بيقولوا في اعاده بس ان شاء الله تبقى خير خير ان شاء الله. مستوى الفني بقى طمنا عليه وطمن كل الناس اللي بتتفرج علينا دلوقتي قبل مباراه نهائيه، انا عارف الظروف صعبه لكن طمنا على الاداء الفني وعن جاهزيه الفريق، وهل في غيابات مؤثره ولا لا؟ لا احنا طبعا يعني في غيابات مؤثره، طبعا عندنا نور علي طلعت غايبه، مي حلوه غايبه، مؤثرين جدا طبعا، وبس احنا فنيا اخر جيمين لعبناهم مع سموحه كنا في تركيز عالي ومستعدين للفاينل. نادي سبورت نادي كبير طبعا بغياباته ايا كان مين موجود او مش موجود، بس هو بطل طول عمره واحنا طبعا طول عمرنا ابطال، فجيم يعني ان شاء الله يكون لينا باذن الله. كابتن كريم المباراه كان المفروض ميعادها امبارح بقت النهارده، المباراتين مفيش فرق، واحده النهارده وواحده بكره، شايف ده هيأثر عليكم فنيا واللعيبه هتبقى قادره، ولا هيبقى في اجهاد وتأثير شويه على الاداء؟ والله هي زي بيقولوا بقى دي اللي عنده بنش واللي هيقدر نفسه طويل هو ده اللي هيقدر يكسب البطوله،
اللي ما عندوش بنش دي هتبقى عنده مشكله ان هو يقدر يلعب جيمين ورا بعض. فاحنا لو ربنا كرمنا النهارده ان شاء الله ومرتبط كسب امبارح، انا مستني ماتش الصغير وان شاء الله ده يبقى خير لينا ان شاء الله باذن الله. كابتن بتمنى لكم التوفيق والفوز والتتويج ان شاء الله. عفوا ان شاء الله. شكرا كابتن هيثم، ده كان اول لقاءاتنا في تغطيتنا الخاصه والحصريه النهارده لمباراه النهائي من دوري مرتبط سيدات ما بين الاهلي وسبورتنج. ان شاء الله يكون في مزيد من اللقاءات في قادم المواعيد خلال تغطيتنا دي، ويعني ممكن احنا ننتظر ان المباراه تبدا في خلال على الاقل ربع ساعه من دلوقتي. ان شاء الله هنوافق حضرتك برده ميعاد بدء المباراه بالتحديد مع يعني المسؤولين من لجنه المسابقات من الاتحاد المصري لكره السله. هنا كلمه ليك كابتن هيثم وضيفك الكرام. الزميل محمد توفيق من ارض الملعب، نشكرك شكرا جزيلا على لقائك مع كابتن الكريم اسماعيل المدرب العام. يمكن تعليق ضيوفي على كابتن عليا على كلام كابتن الكريم، يمكن في حس ان في يعني دربكه شويه في حسابات الجهاز الفني، اكيد وضع طبيعي موضوع كورونا ملخبط الدنيا. اه طبعا، بس احنا زي ما قلنا هم الموضوع جه الحمد لله في اعاده 2 بس من البنات، هم صغيرين يمكن فرقتنا انا وكابتن عمرو او فرقه كابتن عمرو وانا معاه بس الحمد لله ان الناس الفريق مستعد، الناس الاساسيه، وزي ما كابتن كريم قال هم عاملين ماتشات كويسه قوي. ماتش سموحه والاخير، الماتشين بتوع سموحه الاخرانيين فرقه واقفه على رجلها كويس قوي، مستعدين. بالتالي مش ان شاء الله مش هنواجه مشكله في ان احنا هنلعب ماتش النهارده وبكره ضد فرقه سبورتنج، مش هيبقى فيه مشكله. الناس عاجبني جدا كابتن كريم ان هو واثق و بالظبط فيه هدوء وثقه ان شاء الله لا الفرقه مستعده ما فيش مشكله. فلا ان شاء الله خير يعني. كوسنا التوفيق ان شاء الله كابتن عمرو. تعليق حضرتك على كلمه او لقاء الزميل محمد توفيق مع كابتن كريم اسماعيل المدرب العام، اتفضل يا كابتن. بص يا كابتن هيثم، هو القائمه اللي احنا خدناها دلوقتي هي تقريبا 95% من الماتشات بتاع كابتن علي هي ما عدا طبعا مايا حلوه كابتن علي. تمام. فمايا حلوه لعيبه كبيره ولعيبه كويسه جدا، لكن في بدائل يا كابتن عزم. احنا زي ما اتكلمنا احنا في بدائل، في بدائل في مركز 4 يعني. انت ممكن كايلا تلعب مركز 4، نادين سلعاوي تلعب مركز 4، فمفيش مشاكل يعني ان شاء الله. يعني افهم من كلام حضرتك ان تعدد طبعا او اللاعبات اللي بيلعبوا في اكتر من مركز بتدي للمدير الفني ما عليه هاشم عامل كده يا كابتن هيثم ارتاحيه ان هو حتى لو عنده نقص فاللاعب بيلعب في مركز واثنين وثلاثه بتخليه يقدر يبقى عنده كانه عنده عدد لعيبه اكتر. بص يا هيثم، هي المشكله دلوقتي انت المشكله دلوقتي في الحلول يا هيثم. يعني انت دلوقتي هتبتدي بخمسه مين وهتفنش ازاي؟ يعني انت هتبتدي اول خمسه ازاي؟ اول خمسه دي طبعا عليها عامل كبير جدا بدايه المباراه طبعا. بص يا هيثم، اول كوارتر بتاع البنات او بتاع اللعيبه، اخر كوارتر بتاع المدرب اللي هو الفتره الاولى والثانيه لاعبين دايما طول عمرها كده، الثالث والرابع بيبقى فتره الثالث بس هو اللي بتاع البدن يا كابتن هيثم. طيب الثالث بتاع البدن. خلينا برضو نتكلم عن ان كابتن كريم يمكن حاطط امل كبير على مباراه المرتبط بكره يا كابتن عمرو. يعني هو حتى في كلامه قال انه لو ربنا كرمنا النهارده وكرمنا المرتبط مش هنبقى عندنا اجهاد ولا عندنا حاجه، فاذا الموضوع برضو ليه كذا اكتر من حساب في دماغ الجهاز الفني. هو انت لو كسبت النهارده خلصت هيثم. لو كسبت مرتبط النهارده لا الدرجه الاولى لو كسبت النهارده ان شاء الله خلصت. اعتقدش سبورتنج ككبار فريق كبير هيكمل ماتشين ورا بعض يومين ورا بعض. طيب انا جالي دلوقتي طبعا اسامي فريق او اسامي الحكام، كابتن محمود ابراهيم حكم اول، احمد تامر صفوان حكم ثاني، الكابتن منى علي حكم ثالث، والميقاتي محمد الجعلان مراقب محمد الجعلي. طبعا كابتن محمد الجعلي ده اسامي الحكام، يمكن يعني حكام على قدر عالي من الفنيات. يعني بتهيألي اتحاد السله او لجنه الحكام حط الثلاث حكام يعني على مستوى عالي يا كابتن علي. بالظبط بالظبط، الثلاث حكام على مستوى عالي جدا يليق بالماتش يعني. هو لازم الماتش يتحط له ثلاث حكام تقال، فده اختيار جيد جدا من لجنه الحكام للثلاث الحكام. الحقيقه انا ببقى سعيد جدا يا كابتن لما بلاقي ممثل في حكام سيدات، يعني حكمه بتبقى في الملعب. الحقيقه ده موضوع لا احنا عندنا جداً. عندنا كتير، عندنا كابتن ايه وكابتن منى، كابتن ساره جمال دولي دلوقتي، وفي بنات تانيين. بالظبط بالظبط. طب يا كابتن امتى هنشوف مباراه الرجال يحكمها سيدات؟ احنا شفنا بطوله افريقيا اللي فاتت اللي هي بتاعت الناشئين، في شفنا يعني
حكمات بتدير المباراه من اي تو زد. احنا بتالي كابتن ساره جمال نزلت من اخر ماتشات ولاد. درجه اولى اولاد ماتشات اتحاد واهلي و... عايز طقم كامل صعب يا كابتن، احلم بيهم. لا مش صعب يعني ان شاء الله اختلف معاك كابتن. ما احنا لو مشينا كده دلوقتي احنا ما كناش بقى عندنا واحد وبقوا دولي والناس داخله دولي تاني، في ناس كتير في كابتن. حتى شفنا كره القدم في اوروبا حتى بيسندوا المباريات المهمه والحساسه جدا في اوروبا في اوقات كتيره للحكمات، يعني بالزبط. شفنا ان في طفره كبيره في الموضوع ده. بالظبط بالظبط. كان في اسم انا بس ناسيه للاسف اسمها، عايزين نقول لها الف سلامه عليها. كان في حكمه عملت حادثه جامده جدا، كانت داخله عملت حادثه جامده جدا. هنجيب اسمها يعني بالظبط بالظبط. انا مش جاي للاسف اسمها معايا خالص مع اني اعرفها كويس. لا لسه طالعين تاني بالشوطين اكيد هنعرف بالظبط. تعرضت لحادثه جامده جدا بعد نور علي طلعت، يمكن حادثه كمان اقوى من بتاعه نوره. كانت داخله مفروض التست بتاع الحكام الدوليين، ف حتى كان مفروض ان يتقدم لها اكسبشن. فان شاء الله نانسي اسمها نانسي. الف سلامه عليها، ان شاء الله ترجع بالسلامه وتكون يعني اصابتها اصابه خفيفه وترجع طبعا. ولكن كابتن عمرو تعليق حضرتك على الحكام برضه، يعني حكام انا شايفهم محمود ابراهيم واحمد تامر صفوان ومنى علي ومرائد محمد الجعلي بتاعي الاسامي. بص يا اسامه انا مش هقدر في الاسامي، انا لازم اشوفهم معلش. اسف جدا. انا عارف منى طبعا، عارف ما اعرفش الاسم لا يعني معلش طبعا السماح يعني. بس اكيد طبعا يعني بتحكم نهائي دوري، فاكيد ثلاث حكام على مستوى عالي يعني. يعني انا عارف منى من زمان، يعني منى حكمه كويسه مؤهله تحكم حتى دوري. فطبعا أكيد الناس تسامحني يعني طبعا التحكيم كاستوديو تحليلي اكيد هنقيم، لانه طبعا التحكيم يعني عنصر من عناصر اللعبه. واذا كنا احنا هنقيم يعني بنقيم من منطلق نظر المشاهد يعني، او من منطلق نظر المراقبين للمباراه. ولكن طبعا اكيد في لجنه بتقيم اداء الحكام، ودي لقطات حيه من ارض الملعب للتسخين زي ما حضراتكم شايفين. يمكن في جديه باينه، انا الحقيقه افهم الكلام ده جيدا، في جديه باينه على اللاعبين واللاعبات انا اسف. ويعني زي ما انتم شايفين في تركيز، في اداء حركي للتكتيك الخطط اللي هيأدوا بيه. يمكن كابتن علي هاشم انا كلمته النهارده قبل المباراه، هو عنده الحمد لله ثقه كبيره في الفوز، وطمني وقال لي ان شاء الله انا مستعد لاي سيناريوهات قد تقابلني في موضوع المسحه. فيعني الحمد لله جهاز فني كبير، والنادي الاهلي دعم الفرقه دي بشكل كبير، ينقصنا التوفيق بس. يعني كابتن علي برضه حضرتك اكيد يعني برضه ليك نظره، يعني بتهيألي التسخين فيه جديه انا شايفه حتى في الفرقتين مش بس النادي الاهلي. طبعا طبعا احنا اتفقنا ان فرقتين كبار وفرقتين بطوله هيبقوا داخلين الماتش، وفرقه سبورتنج الغيابات اللي فيها هتخليهم يبقى عندهم اصرار اكتر على فكره على الماتش. فطبعا هو في جديه من الفرقتين. فرقه الاهلي طبعا كابتن ايهاب كونجا شغال معاهم كويس عشان الاحماء، يعني خلي بالك الاحماء ده بيأثر بشكل مباشر على الستارتنج. لان انت لو مش عامل احماء كويس ممكن يفوت 10 دقايق تلاقي نفسك خسران 10 15 بونت، لدرجه انت ما سخنتش كويس، ما سخنتش او ما دخلتش في الماتش بالظبط كده. فالاحماء والتهيئه ده حاجه مهمه جدا. فرقه سبورتنج طبعا زي ما قلنا ان هي طبعا في جديه، عندنا منار وهاله هيبقوا طبعا مستعدين وعارفين فرقه الاهلي كويس جدا. ف كابتن طب خلينا نتوقع كده مع بعض بحكم يعني ضيوفي اللي منوريني في الاستوديو، توقع للخمسه بدايه الخمسه وهنكتبهم وهنيجي فين الشوطين ونقول احنا توقعنا كذا وحصل ولا ما حصلش. راي حضرتك الاهلي هتيجي منين وسبورتنج هتيجي منين؟ والله الاهلي هيبدا برنا علاء بلاي ميكر، ثريا ونادين سلعاوي، كايلا اربعه، وجنه مصطفى خمسه، او نهى شتا. او نهى شتا ده تشكيل حضرتك توقعتيه للاهلي. بالظبط. طيب تشكيل سبورتنج؟ سبورتنج ممكن جومانا واحد، انا مش قادره اعرف قوي هيحصل ايه يعني. جومانا هيبقى عنده ممكن جينا اثنين، منار ايهاب ثلاثه، دول الاكيد يعني منار ايهاب وهاله وهاجر. تمام. ممكن يعني يحصل حاجه ان هاله تلعب ما تلعبش أربعة تلعب ثلاثة وتبقى نادين ريحان. تمام. تنسي. هنشوف بين الشوطين هيطلع كابتن عمرو تتوقع زي كابتن علي التشكيل ولا ليك رأي؟ بس أنا هقول بس نوع شتا ممكن تبدأ. نوع شتا ممكن تبتدي من عندنا. مكان مين يا كابتن؟ مكان يعني مش جنة، نوع شتا اللي تبتدي. هما جنة ومصطفى ونوع شتا نفس المركز والاثنين بيأدوا تقريبا نفس الأداء. يعني بيتهيألي
دول افضل يعني افضل ممكن ستارتنج للنادي الاهلي، مش افضل يعني يعني لا ممكن لا. متوقع ليهم بدايه كويسه البدايه تبقى يعني احنا جدا. الاهلي ممكن نبدا بخمسه تانيين خالص يبقوا نفس بالظبط قوه الخمسه دول. اه يعني احنا بنقول من وجهه نظرنا بالزبط. يعني من وجهه نظرنا ان احنا ممكن. طب كابتن خلينا نتكلم فنيا شويه، انت لو مكان الجهاز الفني النادي الاهلي تبتدي ازاي؟ ولو مكان الجهاز الفني سبورتنج تبتدي ازاي؟ مش كالاسامي لعيبه كتكتك لعب يعني. تمام، انا لو مكان الاهلي هبدا اضغط شويه، ما احاولش اوصل نص ملعب الكوره في الاول ملعب. لا ممكن من ثلاث ارباع ثلاث ارباع ثلاث ارباع بس ثلاث ارباع كويس ثلاث ارباع علشان احاول ما اوصلش الكوره شويه اللي احنا قلنا قوه سبورتنج في الناس اللي تحت سريعه بتوعهم. لا اللي بره سرعه واللي تحت بيبقوا قوتهم في اللي تحت، فحاول اعمل ديلي للهجمه بتاعتهم شويه ما اوصلش الناس ان الكوره يبداوا خطتهم او البلاي بتاعهم، حاول اضغطهم بالذات لان احنا قلنا ان احنا عندنا روتيشن فاحنا عايزين نتعب الناس شويه بتوعهم. تمام. فبالتالي ان احنا ممكن اضغط شويه. تمام. طب بالنسبه للنادي سبورتنج يبتدي ازاي؟ العكس بقى. ليه العكس؟ عشان ما عندوش بنش مثلا او ما عندوش تغييرات ممكن يجهدوا ولا رايك ايه؟ ارجع اجرب الزون شويه، اخلي فرقه الاهلي تشوط الحلقه احنا لسه مش متعودين عليها قوي، ما اضغطش لعيبتي في الدفاع في الديفنس ما يعملوش مجهود، طبعا الزون فيه مجهود وكل حاجه بس اقصد ان احنا ايه ان سبورتنج هيحاولوا يقعدوا في الزون شويه مش عايزين يضغطوا او يتعبوا من اول الماتش يعني. ف يعني انا ده رايي عكس بعض يعني. طب في مفاجاه بلغوني بيها طبعا فريق الاعداد في الكنترول، هاجر هشام افضل لعيبه في سبورتنج للاسف بوزيتيف كورونا. لا او هاجر عنه كده للاسف كورونا هاجر فكده يعني جت في الملعب بعيده من المباراه للاسف جت في الملعب كانت بتسخن. اه فهو كده تبلغوني دلوقتي انه هاجر هشام او هاجر عامر افضل لاعبات الموسم اللي فات للاسف بوزيتيف كورونا. الف سلام عليك يا هاجر، ما عندهاش اعراض ولكن بوزيتيف كورونا كده الموضوع صعب على سبورتنج. الموضوع صعب على مع احترامي يعني مش قصدي اي حاجه بس هاجر لعيبه لا تعوض. ده انا عايز اقول لك على حاجه، انت عارفه ايه سبب تاخير المباراه؟ انه مش قادرين يحطوا التشكيل لانه قاعدين مستنيين كل شويه يجي لهم اسم. يعني 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 المساحات بتظهر وفي هوت لاين شغال مع اللجنه الطبيه. ريسم هو مش في ماتش ولاد بعد كده يا كابتن ريسم؟ إيه؟ هو مش في ماتش الساعه 8:30 بتاع ولاد؟ ايوه ما هو طب هيلعبوه امتى يعني ماتش ولاد؟ بص احنا هنتكلم في ظروف الماتش دلوقتي. بص ده زي ما بيقولوا ما بعد ذلك لا بعد ذلك. انت دلوقتي انت حضرتك بتحطني في وضع نفسي صعب جدا كلعيب. والله يعني انا مشكلتي يعني بس يعني في حاجه تانية يعني ان هاجر كانت بتسخن. ايوه كانت في الملعب كانت حد يعني ملعب. بس سبورتنج بص سبورتنج هما بيسخنوا كان في تباعد كابتن في تباعد قدامنا. في تباعد قدامنا شفنا لقطه لقطتين تباعد. احنا بتوع باسكت يا عايز قاعده مع حد في الاوضه من امبارح ايه قاعده مع حد في الاوضه احنا باسكت يا عايز ما هو عملوا الاثنين مسحه يعني اقصد ان هي المسحه كانت بوزيتيف هي ما تعرفش بس هي كانت نايمه مع حد في الاوضه يعني من امبارح للنهارده في باص يا كابتن عاليه جاي بس ما تلحقش الموضوع في 24 ساعه ولا ما اعرفش ممكن ما انا ما اعرفش والله. بص عايز اقول لحضرتك حاجه يعني عامه يعني احنا ما نضمنش انا ممكن بالزبط. مسحتي تطلع نيجاتيف وامسك حاجه وانا مروحه أكيد. فاحنا بناخد بايه هو الهدف من المسحه ايه تقليل احتمالات طبعا. العدوى انما طبعا. مش هتمنعها نهائي لا طبعا يكون وجود عدوى بس طبعا هاجر يعني بتهيألي الموضوع لا هاجر لا تعوض لمنتخب مصر مش لنادي سبورتنج. انا زي ما انا قلت لك في اول الحلقه هو كان المفروض كنا اجلنا شويه يعني كان النهارده يتلعب ماتش الولاد كده كده في ميعاده الساعه 8 الولاد يعني. احنا مش عارفين برضو ممكن الولاد هيحصل كده برضو هتلاقي انت كده تلعبي على نص الليل يعني انت كده غير الوقت يعني انت كنت لعيبه وفاهمه عايز يا عاليه لما انت تقعدي مستنيه كل دوت يا رب انا يا رب مش عارف ايه هلعب مش هلعب عندي ما عنديش وهنزل العب ازاي طبعا يا اسطى على المستوى الفني يعني الناس دي اكيد اللي هي المسؤوله يعني فاهمه الكلام دوت انا كان من رايي كان يتاجل شويه يعني يتأجل يوم تأجل يومين مثلا انا رايي لغايه ما المسحه تظهر براحتها لكن اصلا مش هينفع اسم انت كل شويه تيجي تقول مثلا ولكن هي ممكن يبقى الدافع يا كابتن انه حرص الاتحاد على اقامه المباريات ولا ايه رايك يا كابتن؟ ما هو طبعا في الاخر خالص يعني التوقف برضو ما حدش فينا حابب التوقف وما حدش فينا انا خالص احنا قلنا نتاكد مش توقف عمرو قصدي ان هو تبقى يوم واحد كمان يعني احنا جايين نستمتع على كل نعمل شيفتنج للجدول شيفتنج جدول زي ما هو بس نشفت الجدول يوم او يومين يعني احنا بالظبط يعني هو قصده كده ولكن ارجع واقول لك برضو خلي بالك يعني ما اعرفش بس يعني هو الاجنده بتاعتك حضرتك يا كابتن هيثم انت عندك ماتشات قريبه امتى؟ عندي ماتشات اللي هي الدوري كاس مصر كاس مصر طيب كاس مصر ده دور 16
معلش انا اسف لكل الفرق، هيبقى ماتش وان سايد جيم تمام. انا مش اشكال ان انا اجل يومين او اطمن على الولاد قبل اي حاجه، اطمن على الولاد كده كده المسابقات واحنا مش عايزين نقفل ومش هنقفل، احنا ماشيين كويس باتجاه الدوله ان احنا ما نقفلش. بس صحيح ده اتجاه صحيح، لكن انا عانينا من الاغراق، لكن احنا بنتفرج على الماتش نهائي، ناس كتيره انت زايع على فضائيه، ناس كتيره بتتفرج، ما تجيش تقول لك ماتش وحش جدا، اكيد لازم هيبقى فيه يعني الولاد مستنيين قاعدين الله يكون في عونهم وعون علي هاشم طبعا او عون المدرب الثاني يعني. يعني هو طبعا ظروف محدش يعني محدش اكيد هيبقى فيه قرارات خاطئه طبعا، وهيبقى فيه، ولو انا نفسي في المكان ده ممكن يبقى ليا قرار خاطئ لاني حاجه عمري ما تعرضت لها ومش مؤهله ومش جاهزه. عندنا في النادي الاهلي ايه اللي بيحصل؟ النادي الاهلي بيحصل ايه لو في اي حاجه؟ في كشف دولي، معاكي دكتوره، وغير الدكتوره في اخصائيه، الناس دي على طول متابعاكي، انت لما بتيجي تخش من باب النادي يا كابتن هيثم بيسلك درجه الحراره كل حاجه وبيكون. عندك تعقيم، ولو مش لابس كمامه مش هيدخلك كابتن هيثم. في ناس لعبت يا كابتن هيثم يعني وهي ما تعرفش عندها كورونا، يعني الناس دي لعبت من يومين صح يا كابتن؟ صح. بس يعني انا زي ما قلت لك ان هو حتى يعني انا ما زلت على رايي انه يعني قرار المساحات ده قرار كويس، وعلى الاقل ان احنا ابتدينا ونشتغل وهتبقى دي حاجه كويسه، واكيد العدد طبعا هيبقى هيخف. اكيد هو ليه الاهلي الحمد لله بسم الله ما شاء الله يعني ليه قال لانه عارف وضع بيحصل. لا يا كابتن بيحصل ليه من الاول خالص؟ الناس ماشيه ازاي؟ ناس ماشيه من النظام. انت ليه ما تعممتش؟ خد من النادي الاهلي، هات حتى النادي الاهلي يقول لك احنا بنعمل ايه. لا لكن انا كده انت بتعمله صح. بس هو هي الفكره يا كابتن عمرو، احنا يعني في الاول والاخر احنا اذا كنا بنقول يعني راينا او حاجه، والنادي الاهلي دايما سباق في ده، ولكن كل هيثم احنا من اسبوع كابتن ايهاب والاحترام. طب كابتن خلينا بس عشان الملعب جاهز. اتفضل. اذا هنروح المباراه هتبتدي خلاص لحظات، هنروح طبعا للكابتن احمد مناع معلقنا من ارض الملعب من صاله هيئه قناه السويس بالاسماعيليه لنقل احداث قبل النهائي الاهلي وسبورتنج، فالى هناك.